خلونا نرحب مع حضراتكم باستاذ طارق اللي بيختصنا بحلقه كل شهر وبينورنا في قناتكم تركية وحكايه علشان يشرح لنا ونتكلم مع بعض في كل المشاريع في محافظه اسكندريه وبالاخص مشاريع النقل الاخضر. بس الاول يا ريت قبل ما نبدا دلوقتي تشرفونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات الجديده لو حضراتكم مهتمين بكل ما يخص الشارع السكندري. ويا ريت كمان زي ما تعودنا لايك للحلقه وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. وخلونا نرحب باستاذ طارق، اهلا بيك ومنور الدنيا. اهلا بيك يا استاذ مراد، وبالاخص انا بفضل القناه دي عن نفسي ايوه ان هي قناه الشارع الاسكندري عموما، يعني قناه تركيا وحكايه، قناه الشارع الاسكندري، واعرف اسمع الاخبار الجديده والمعلومات الجديده لكل انسان اسكندري هنا. الله يخليك يا استاذ طارق، انت اللي دايما بتنورنا واهلا بيك. الحلقة اللي فاتت يعني الناس تابعتها وتعليقاتها جميلة، والناس مستنية من حضرتك تعرف آخر التطورات وآخر أخبار مترو أبو قير، علشان إحنا بقالنا فترة مستنيين تنفيذ وبدء الفعلي في التنفيذ. قول لنا بقى إيه الجديد في مترو أبو قير؟ آخر حاجة، البرلمان النهاردة وافق على اتفاقية ب 250 مليون يورو. تمام، تمام. اتفاقية مع الوكالة الفرنسية، للتنمية. إن خلاص عرضوا عليهم دراسة العروض، أبرز 3 عروض هما اللي مكملين إيه؟ الشركات الصينية، وتحالف فرنسي اسمه لوستو، واللي هو جناس لوير. يعني كده التحالفات اللي مقدمة إنها تفوز بمشروع تنفيذ مترو أبو قير، إحنا كده وصلنا ل3 تحالفات بس. وتصنيع قطارات 6 زي ما هما. المعلومة دي جديدة، إحنا كنا 8 تحالفات. 8 تحالفات للمسار. كده اتفلترت التحالفات دي لتنفيذ مسار مترو أبو قير، بقت 3 تحالفات بس. حضرتك قلت أليستوم الفرنسيه وتحالف صيني، وجلاس لويال فرنسي برضه، تحالف فرنسي تاني. تمام، الاختيار بين الثلاثه دول للتنفيذ، يعني احنا كده فعلا هانت وقربت بقى على التنفيذ خلاص. من الاختيار الواحد من الثلاثه دول هيبقى في شهر مارس. وفي مناقصه برضه هي محليه، اللي هي بتاعت مقاولين الهدم اللي هيقوموا بهدم المحطات والمسارات بتاعت الخط القديم. هيكون في مناقصة تانية لاختيار مقاول يبدأ يهد أو يزيل الإشغالات اللي بتعوق تنفيذ المسار ده، أو يهد سكة الخط القديم زي خالص، المحطات والسكة القديمة للقطر وكده. تمام. طيب احنا بالنسبة للمرحلة التانية من مترو أبو قير، طبعا من محطة مصر أبو قير دي المرحلة الأولى. المرحلة التانية برضو عشان في ناس بتبعت لنا في التعليقات وبتسأل كتير، بالنسبة للمرحلة التانية المترو هيكون على 3 مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. المسارات للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة هل تم تحديدها دلوقتي؟ لا، هو الاستشاري وأعضاء من هيئة الأنفاق والمهندسين شغالين كل يوم في التدقيق للمسار ده، خصوصا كوبري العجمي. أيوة، لو سامعين عنه، ده بتأجل توسعته عشان معرفة محطة مترو هناك، اللي هي كيلو 21. يعني كوبري العجمي هيتم تعديله هناك علشان يتم تحديد محطة العجمي لمترو اسكندرية هتكون فين. ايوه صح كده؟ صح. يعني الاهتمام بغرب اسكندرية في مشروعات النقل الأخضر برضو في الحسابات، يعني مش اسكندرية مش كلها شرق بس. لا، مش كلها شرق بس، كلها غرب. تمام، عشان غرب بدأ يسكن ويتقل كسكان. المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، المرحلة الثانية لحد العجمي كيلو 21، والمرحلة الثالثة لبرج العرب. وكمان غربي عنده هديه. انت ايه اللي هينزلك محطه مصر وانت جاي من سفر القاهره ولا حاجه؟ لو هتركب قطر كهربائي عندك محطه الاستاد وعندك محطه العمريه، المحطتين دول مهمين يعني انك تنزل وتكمل لحد مكانك. يعني اللي جاي من القاهره يقدر ان هو يركب القطار الكهربائي السريع طبعا، ومحطه اسكندريه الشغل يعني شغالين فيها. تمام. يبدا ان هو ينزل محطه العمريه او محطه الاستاد ويغير من هناك، يغير من هناك بوسيله اخرى لتدخله لحد المنزل. كده احنا اختصرنا كده، اختصرنا وقت ومسافه، وتحس ان النقل الاخضر الشبكات كلها بتتكامل مع بعضها. ايوه، ده شيء موجود ان كل الشبكات بتتكامل مع بعضها، خصوصا ان في مستقبلا خط ابو قير بورسعيد، في خطه مستقبلا ان هو يكمل على محطه اسكندريه نفسها، هيربط كمان مع القطر السريع. بحيث ان سيمنز شايفه ان الشبكه تبقى كلها متكامله مع بعضها ل 2275 كيلو. شركه سيمنز اللي هي بتنفذ القطارات السريعه، وهتنفذ كمان القطار بورسعيد ابو قير اللي هو بيعتبر الخط الرابع للقطارات السريعه. ف
فهيبقى في تكامل بين الاربع خطوط في شبكه واحده. شبكه واحده تمام، وتتكامل كمان مع الحاجات الداخليه زي مترو اسكندريه، زي مترو اسكندريه من المحطات التبادليه الجديده. ايوه كده كده المترو مع خط القطوره السريعه هيبقى في برج العرب. طيب نقول ايه بقى للناس اللي شايفه ان الموضوع اتاخر شويه، واحنا طبعا بنقول لهم انها هانت، فعايزين نقول لهم ازاي انها هانت وفاضل قد ايه وايه اللي فاضل لنا على التنفيذ. اللي فاضل لنا على التنفيذ في مرحلته الاولى اختيار التحالف في شهر مارس ومقاولين الهدم. دي اول خطوه. اختيار التحالف من التحالفات الثلاثه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي خطوه 14. من 15 خطوه بيتعملوا قبل تنفيذ اي مترو قلنا. تمام، الخطوه 15 الاخيره اللي هي التنفيذ معلومنا عنها من استاذ طارق. كنا بنسال حضرتك على المرحله الثانيه لمترو اسكندريه، وعايزين نعرف المسار المقترح او المحطات وعددها واماكنها. هو حاليا بتحدد اماكنها، هو ما بين 8 و 10 محطات اشهرهم ايه؟ بعد محطه مصر في محطه كرموز، تمام، الورديان، تمام، وادي القمر والماكس والبطاش والعجمي والكيلو 21. الكيلو 21 دي تعتبر اخر المحطات المرحله الثانيه. يعني احنا كده بنتكلم في المرحله الثانيه ما بين من 8 ل 10 محطات. لسه المسار النهائي بيتم دراسته، بيتم دراسته. دي خطوه واحده من الاستشاري الفرنسي، الفرنسي شركه سيسترا التحالف الفرنسي اللي بيقوم بالدراسات. حاليا بيدرس المرحله الثانيه من تنفيذ مترو اسكندريه. ولسه الثالثه استلمها بس قال لك هدرسها بعد الثانيه. المرحله الثالثه هيتم البدء في دراستها اللي هي بتكمل بقى لبرج العرب. الاسهل ايه في المرحله الثانيه؟ أيوة. انك مش هتعمل لسه مناقصات تحالفات ولا ايا كان. التحالف اللي فايز في المرحله الاولى هيستنى الدراسات عشان يدخل يرتب للمرحله الثانيه وهو شغال بالتوازي. يعني الشركه التحالف او الشركه اللي هي هتنفذ المرحله الاولى ممكن هي اللي كمان تاخد تنفيذ المرحله الثانيه، تكمل دايركت. وده هيوفر لنا خطوات كتير احنا بنمر بيها دلوقتي. يمكن احنا دلوقتي متاخرين علشان بنختار تحالف او شركات، مجموعه شركات تبدا ان هي تنفذ. طبعا ده بيمر بمراحل كتير. بيمر بمراحل انت بتراجع الشركات دي وبتشوف سابقه اعمالها، بتشوف العروض الفنيه اللي مقدماها، العروض الماليه اللي مقدماها، كل ده بياخد وقت معانا. يمكن ده اللي اخرنا. ده اللي اخرنا. حضرتك بتقول لنا ان الكلام ده مش هيحصل في المرحله الثانيه، مش هيكون في تاخير على التنفيذ. لان خلاص بالفعل هيكون في تحالف تم اختياره لتنفيذ المرحله الاولى، هو ممكن يكمل المرحله الثانيه. صح كده. اسكندراني غرب واسكندراني شرق كله واحد. يعني اسكندريه من شرقها لغربها ان شاء الله قريب هنبارك لبعض. ويغطيها بقى المترو بخطوط بمراحله الاولى والثانيه والثالثه. وخط الترام برضه شغال عادي، وجزء من المنشيه معمول حسابه تطوير ترام الرمل، وهتمتد لحد المنشيه، لحد المنشيه. والوحدات احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الموضوع ده، ان الوحدات المتحركه الترامات الاوكرانيه الصفراء الجديده الجميله ديت بتاعه ترام الرمل هيتم الاستعانه بيها في ترام المدينه، بحيث ان احنا نستفاد بالتراميات الجديده اللي شغاله على خط الرمل. انها برضو يبقى نوع من انواع انت استفدت بيها، وكمان في نفس الوقت طورت. ونفس الكلام فخامه الرئيس اكد له، قال له وعايزين نعمل كوبي بيست من الطريق الدائري لمحور المحموديه، اوتوبيس ترددي جوه محور المحموديه، يعني بيكمل حدود اسكندريه. دي برضو معلومه مهمه، ان مقترح دلوقتي ان بيتم دراسه علشان يبقى في وسيله نقل جماعيه على محور المحموديه. محور الجميل، وطبعا هو عدد حارات كتير يستوعب. يستوعب يبقى كده عرض اسكندريه وهي داخله على 10 مليون كثافه سكانيه و20 مليون سائح. يعني كده 30 مليون، يبقى عندهم خطوط نقل متنوعه، وسائل نقل جماعيه تقدر تستوعب وتغطي الاحتياجات، خصوصا الموسم الصيفي وبالذات في فصل الصيف. يعني مقترح وبيتم دراسه حاليا تنفيذ اتوبيس ترددي على محور المحموديه، على يعني غرار كده بقى او شبه الاتوبيس الترددي اللي على الطريق الدائري اللي في القاهره. ده اللي يثبت لي ايه؟ ان مواطن اسكندريه دراساته شغاله اسرع من دراسات مواطن القاهره اللي فضل مستني خط ثالث سنين، ولسه الرابع من 2012 اهو ومخلص. يعني خط الثالث في القاهره برضو دراسته اتاخرت طبعا، لان القاهره طبعا اكبر، وكمان ما تنفذش كخط كامل، وخطوط اتقسم على مراحل قصيره كتير. اتقسم على كذا مرحله. يبقى احنا كده في اسكندريه
الدراسة عندنا أسهل. أسهل آه. يعني إحنا نتوقع قريب إن إن شاء الله نقول للناس كده خبر إن إحنا نبدأ في التنفيذ قريب إن شاء الله. التنفيذ قريب إن شاء الله. إن شاء الله. أنت يا أستاذ طارق بتنورنا دايماً، بنشكرك إن أنت بتختصنا في تركاية وحكاية إن إحنا نبين للناس كل جديد. وأنا برضه هبينها على قناة النقل الأخضر عندي. على صفحة النقل الأخضر على الفيس. برضه الناس تتابعها إن شاء الله عشان برضه تتابعوا معانا كل جديد منك. شرفنا بيك جداً النهاردة. وبنشكرك على الحلقة الجميلة واليوم الجميل ده. إن شاء الله خير. نورتنا يا أستاذ طارق. وأنت كمان أستاذ مراد حبيبي. نورتونا النهاردة وأستاذ طارق يعني قال لنا معلومات جديدة. فحلقة مهمة جدا وإن شاء الله استنونا في حلقات تانية كتير وشكرا لكم.